صباحا جميل مشاهدينا بحلقتنا لليوم من برنامجكم يوم جديد، حلقة يوم الخميس. معنا اليوم ضيفة مميزة جدا، ليزي كلارك. هي مدونة أمريكية جاءت إلى الأردن قبل 3 أعوام بهدف أن تتعلم اللغة العربية، ورغبت بأن تبقى في الأردن وأن تكمل حياتها هنا في الأردن لأنها حبت الثقافة الأردنية، وحاولت أنها تقوم بتوثيق تفاصيل حياتها اليومية داخل الأردن عبر منصاتها خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فبحب أصبح عليك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا بيكي. في استوديو يوم جديد وفي الأردن ببلدك. أهلا بيكم. كيف أمورك؟ الحمد لله منيحة. منيحة. هلأ ليزي، أنت جيتي قبل 3 سنين إلى الأردن وحبيتيها للأردن يعني، واخترتيها عن دون الدول العربية حتى تتعلمي اللغة العربية. حابة أسألك إيش هو السبب اللي دفعك أنك تيجي على الأردن، يعني مش أي دولة عربية أخرى؟ يعني في أكثر من سبب، في أسباب لغوية. يعني أنا قبل ما أجي هون من زمان كان نفسي أتعلم عربي، والحمد لله كان عندي أصحاب عرب كتير بأمريكا، ومعظمهم كانوا من لبنان ومن فلسطين، فصرت أتعرف يعني شوي عن الفروق بين اللهجات، وقررت أني بدي أتعلم لهجة من يعني واحد من بلدان الشام، وحبيت اللهجة الأردنية والفلسطينية. بس كمان عشان كان عندنا أصحاب للعائلة عاشوا بالأردن وقت طويل للسنين، وهم وأنا كنت صغيرة دائما كانوا يحكوا لي قصص حلوة عن الأردن، فأنا أصلا كان عندي صورة حلوة عن البلد. حلو كتير، لطيف. ليزي، خلينا نحكي شوي عن صفحتك على الانستغرام، مسميتها قهوة أمريكية. ويمكن أي حدا بيسمع أو بيشوف هالاسم بيستغرب، يعني بده يعرف شو السبب، فأحكي لنا ليه مسميتها هيك، ليه مو مسميتها باسمك الشخصي؟ هو عشان واحدة من التجارب المشتركة الوحيدة اللي كان عندي خلال سفراتي بكل العالم هو الأكل والشرب، إنك تقعدي مع حدا قدامك مع فنجان قهوة أو مع كاسة شاي وإنك تتعرفي على هذا من الشخص. من باب التعارف. بالضبط، وهذا الشيء أنا كتير بحب أعمله لما أسافر، لما أتعرف على ناس جداد، إني بس أقعد معهم أشرب قهوة معهم، فكنت بدي أخلي شعور صفحتي هيك، يعني هيك كوزي كأنه إحنا عادي نشرب قهوة نتناقش. هلا تعودنا عليكي ليزي بصورك على مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها عم بتكون مع الغروب، مع الخيل، مع الصحراء، وهلأ رح نستعرض بعض الصور لحضرتك، فخلينا نعرف منك كيف عم بتقضي يومك بالأردن؟ احكي لنا عن تفاصيل حياتك بالأردن، إيش أحلى أشياء بتقضيها؟ أنا صراحة حياتي هون عادية جدا، يعني أنا بقوم بروح على الشغل، بطلع مع أصحابي، بروح على السوبر ماركت أجيب أغراض، يعني عادي. بس أنا أكتر شيء يعني بالعطلة مثلا أنا بحاول أطلع على أماكن برا عمان، عشان يعني مع أنه بحب عمان زي أي مدينة كبيرة فيها عجقة وفوضى شوي، فأنا وأصحابي بحب بالعطلة نطلع على عجلون، على الجراش، على أي مكان برا نغير الجو شوي. حلو كتير. عم نتفرج هلا على الصور اللي على الشاشة بهاي الصورة، احكي لنا عنها شوي. صورك كتير حلوة، يعني حتى طريقة التقاط الصورة حلوة، فيها فن. عندك خبرة بالموضوع. يعني أنا فكرة الصور أصلا كانت أني أفرجي الناس من برا، خاصة بأمريكا، كيف الحياة العادية اليومية هون، وخاصة الطبيعة. فعشان هيك أنا بحب أنزل صور بالمدينة، بالريف، بأكثر من مكان، الفرق بين الطبيعة بوادي رام وبعجلون، عشان عندنا ناس مفكرين أن كل شيء صحراء، وبدي أفرجيهم أنه لا، في تنوع كتير. برافو عليك، يعني هذا إشي صراحة يعني نشكرك عليه عن جد، أنك عم بتروجي سياحيا للأردن لكل الأشخاص الموجودين خارج الأردن. يعني ما بعرف، شفت لك صور وأنت عم بتزوري المساجد، ويمكن من أكثر الأشياء اللي أنت بتحبي تعمليها أنك تزوري المساجد. خلينا نحكي شوي عن الأشياء اللي بتلفت انتباهك بالمسجد، وليش بتحبي تزوري دائما؟ يعني أنا بشكل عام لما أسافر أول شيء بلاحظه بمكان جديد هو شكل المباني، الأركيتكتشر، عشان هذا الشيء اللي يعني بميز مكان عن مكان تاني. وأنا بحب العمارة الإسلامية بشكل عام عشان التركيز على الألوان وعلى الزخرفة وعلى التفاصيل، وأنا بحب كيف أنه شكل المساجد بمصر غير عن شكل المساجد بالمغرب، غير عن الأردن، غير عن عمان، أنه هذا الشيء يعني بيمثل يعني الثقافة والتاريخ المكان اللي أنت فيه. صحيح. فأنا عشان هيك بحب أزور المساجد، أشوف الفروق بيناتهم. حلو كتير، يعني دائما خلال السفر زي ما
بيقولوا كل سفرة زي كأنك عم تقرأ كتاب جديد. صح. وأنت ما شاء الله عليك يعني سافرتي وعشتي بالأردن وحاولتي تتبادلي ثقافة مختلفة بعيدة عن ثقافتكم بأمريكا، وتعرفت على ثقافة جديدة، وأكيد طول هالفترة طول الثلاث سنين تعرضتي للعديد من المواقف، ممكن تكون طريفة، ممكن تكون صعبة، ممكن تكون حلوة. خلينا نحكي شوي عن هالمواقف. أكثر موقف تتذكريه ما بتنسيه طيلة هالثلاث سنوات؟ يا الله، سؤال صعب صراحة، قد ما صار في معي مواقف. بس الناس دائما بيسألوني يعني شو السر إنه الواحد يقدر يتعلم لغة أجنبية، وبقولهم إنه صراحة أهم شيء إنك تكوني متواضعة وما تخافي تغلطي. يعني هذا الشيء طبيعي جدا إنه لما تتعلمي لغة جديدة دائما رح تعملي أخطاء، فيعني في ناس بيخافوا يحكوا عشان ما بدهم يعملوا أخطاء قدام الناس، بس إنه لا، لازم يعني ما تخافي. وأنا صار معي مواقف كتير 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 بالنسبة للغة، ولا هلا أنا لسه بخربط بين الكلمات كتير، أنا قبل كم من أسبوع. بس مبدعة يعني عم تحكي بطلاقة. يعني مدبر حالي الحمد لله. بس حتى قبل كم من أسبوع كان عندي عزومة، رحت على نفيس أجيب كنافة، وحكيت لشاب بالغلط إنه بدي كفتة خشنة بدل كنافة. فأنا يعني كل الناس بيغلطوا، أنا لهلا لسه يعني اخترت كثير. يعني بيشبهوا بعض، كفتة وكنافة. يعني مش بالطعم بس بالكلمة يعني. بتحبي الخشنة ولا الناعمة بس؟ خشنة. خشنة أسكى. يعني اليوم نتائج التوجيه، وأكيد كل اليوم اللي عندهم توجيه عشان هيك في ناس كثير بالشوارع عم استغربت، الكل عم بستنى النتائج. أكيد بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق مرة جديدة. بعد تجربتك بالعيش داخل الأردن، بحب أسمع منك إيش في أشياء حسيتيها موجودة بالثقافة الأردنية تتميز عن باقي الثقافات الأخرى. أنت زرتي العديد من البلدان في الشرق الأوسط، ويعني كنت عايشة بأمريكا، نتحدث عن الأشياء اللي تتميز فيها الأردن. أكثر شيء بحبه هون تقارب المجتمع، ومش انه هذا الشيء مش موجود عندنا بس مش لنفس الدرجه. يعني للاسف هذا الشيء عندنا صار اقل واقل خلال الجيلين الماضيه. وعندنا للاسف مثلا يكون عادي انك تعيشي بنفس المكان ل 15 سنه ومش كثير بتعرفي جيرانك. وانا بحب كيف هون يعني حتى لما تتعاملي مع الناس اللي ما عم تعرفيهم بتحسي يعني كانك بتعرفيهم من زمان. يعني في راحة في التعامل مع الأشخاص الآخرين. حتى بالأشياء اليومية الصغيرة. حلو كتير. بدي منك هيك بختام لقائنا معك ليزي هيك كلمة لكل متابعينك اللي بيتابعوك على صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي، إيش بتحبي تحكي لهم؟ بحب أحكي دائما خلي عندك فضول إنك تتعلمي أشياء جديدة وتتعرفي على ناس جدد وتروحي على أماكن جديدة عشان يعني تحاول يعني حاولي تشوفي العالم من عيون ومن وجهة نظر ناس تانيين عشان الناس يعني الأشياء اللي إحنا نعتبرهم عادية أو مملة ممكن يكون شيء مميز بالنسبة لحدا تاني. حلو كتير ليزي كلارك، نحن جدا سعداء بوجودك معنا مدونة أمريكية. جد أضفتي الكثير، شكرا لوجودك، وبتمنى لك أكيد حياة سعيدة هون في الأردن. شكراً كل التوفيق يا رب. شكرا لكم حبيبتي. أما الآن